السلام عليكم سنة أولى. النهاردة عندي درس جديد اسمه صداقتنا أهم. هقرأ الدرس ده معاكم وهنقرأه مع بعض أكتر من مرة في البيت عشان يبقى عندي طلاقة في القراءة. طيب، بعد ما قرأنا الدرس ده بيتكلم عن إيه؟ الدرس ده بيكلمني عن الصداقة، بيفهمني إن الصداقة دي سنة أولى أهم من أي حاجة. زيد وصديقه بيحبوا لعب كرة القدم جدا، وهما بيلعبوا مع بعض اتسابقوا على الكرة. الصديق وقع، طيب مين اللي أنقذه؟ اللي أنقذه زيد، ترك فرصة الفوز وأنقذ صديقه. لما سأله ليه أنت سبت فرصة الفوز وأنقذتني؟ قال له لأن صداقتنا أهم من أي حاجة. طيب، بعد ما فهمنا الدرس هسألك كده، ماذا يحب زيد وصديقه؟ هما بيحبوا إيه؟ يحب زيد وصديقه لعب كرة القدم. لماذا ترك زيد فرصة الفوز وأنقذ صديقه؟ لأن صداقتهما أهم من كل شيء. طب لو هنرتب الكلمات دي عشان أكون جملة سنة أولى، الكرة، أنا، تسابقنا، وزيد على. أرتبها إزاي؟ أقول تسابقنا أنا وزيد على الكرة. الفوز أهم من صداقتنا. أرتبها أقول إزاي؟ صداقتنا أهم من الفوز. خلاص؟ طيب، هاخد فقرة كده من الدرس يا سنة أولى وهطلع من عندي استخراجات. اقرأ الفقرة، بيقول لي اقرأ الفقرة ثم استخرج. فجأة سقطت على الأرض فوجدت يدا ممدودة تساعدني في الوقوف. نظرت فإذا هو زيد. عايزني أجيب كلمة بها مد بالألف. طيب زي كلمة إيه؟ مين يقول؟ شطار، تساعدني. طيب كلمة بها تاء مفتوحة، كلمة إيه؟ سقطت. فعل مضارع، خدنا فعل مضارع وعرفناه. مين يجيب فعل مضارع؟ شطار، تساعدني. طيب فعل ماضي، ها عايزين فعل ماضي، سقطت. طيب حد تاني يقول إيه؟ نظرت، شطار. كلمة بها لام قمرية زي كلمة إيه؟ الوقوف، شطار. طب حد تاني يقول الأرض يا ميس، برضو شطار. طيب تنوين بالفتح زي كلمة يدا ممدودة. طيب ضمير غائب، خدنا ضمائر الغائب. مين شاطر يطلع لي من هنا ضمير غائب؟ هو يا ميس ضمير غائب. طيب الواجب بتاعنا يسرقونا، هنكتب الدرس مرتين وماما هتمله لنا مرة وهنحل تتريبات الدرس في البوكلت ان شاء الله. السنة اولى ده اخر درس معانا، عايزين نقرأ كتير ونراجع كتير عشان نيجي السنة الجاية ان شاء الله ايه كويسين، ونشوفكم على خير السنة الجاية ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.